ذلك آخر السيد العظيم محمد المبروكي عضو مجلس إدارة نادي الوطني للقطاع. حضور الكرام، يتجدد اللقاء اليوم بكم في الختام أغلى بطولة على قلوبنا، بطولة اليوم الوطني للشطرنج التنمي. بهذه المناسبة نجدد التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة حفظه الله. وإلى حكام الإمارات وإلى فريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. القوات المسلحة رئيس مجلس التنفيذي للدعم والتواصل قطاع الشباب الرياضي مما ساهم في النهوض بأبناء الدولة في كافة المجالات إلى شعب الإمارات بمناسبة العيد الوطني لإمارات الحبيبة. أعاد الله علينا كل عام وأنتم بخير. نبدأ حفلنا بتقدير حقيقة اليوم الوطني. ونستهل حفلنا بقصيدة شعرية يلقيها عليكم اللامع سلطان علي الزهراوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم بكل خير. حقيقة هذا المساء جميل أن نحتفل في بطولة اليوم الوطني. أحب أشكر الجميع ونيابة عن مجلس إدارة النادي المتمثلة في الأخ حسين بوري رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة. نتقدم باسم قيادة التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي تعالى الله، ولجميع حكام الإمارات. الله يديم علينا العز والسعادة دائما. ومناسبة اليوم الوطني أشكركم جميعا وأشكر مشاركتكم، والجميع الجميع اليوم فائز في هذه المشاركة وفي هذه البطولة. شكراً لكم. والآن يقدم السيد إبراهيم محمد المرزوقي إدارة النادي للسيد محمد أمير المنصوري نيابة عن رئيس مجلس إدارة نادي الوطني للشطرنج والثقافة. Thank you.
سيريني سيرا من الهند. فير بلاي سيريني سيرا فروم انديا. Thank you.
Yeah.